السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جات عندي اكوستي وحبينا نديرو السمنت صايبوه، ودابا غادي نديرو السيترو ديال الماء في كاس ديال الزعتر، كنخليوه يطبخ باش ان شاء الله نصفيوه ونخليوه يبرد. وعندنا كيلو ديال الزبده بلديه، كنحلوها مزيان، نحلوها مزيان حتى تحل، ولحقاش خصنا نغسلوها باللبن. غادي تغسل، غادي نكرروا هذه العمليه واحد جوج مرات، نطلقوها مزيان مزيان باش ما تبقاش محببه ومكوره، من احسن بيدينا باش تطلق. المهم غنبقاو هكا في هذه العمليه هذه حتى تطلق، ومن بعد غادي نصفيوها من داك اللبن. دابا ان شاء الله غادي نغسلوها بماء بارد باش الزبده كتجمع ما كتبقاش مرخيه، لان اليد تكون سخونه بالحراره الطبيعيه ديالها. بعد ما غسلناها بالماء بارد كنزيدو باكيه الملحه 10 دريال، كنطلقو ديك الملحه مزيان في داك الماء حتى ما تبقاش محببه، وكنغسلو داك الزبده في داك الماء وكنصفيوه. بعد ما غسلنا بالماء ديال الملحه كنزيدو الماء ديال الزعتر حتى هو يكون بارد، وكنطلقوها مزيان باش تدخل فيها داك النسمه ديال الزعتر مزيان مزيان، ومن بعد كنصفيوها. بعد ما سقطرناها من الزعتر كنضعوها في هاد القله ديال الطنجيه باش نحتفظوا بها هنايا نيت، ومن بعد كنقادوها باش تقاد للداخل ما تبقاش خاويه. بهذه الطريقه هذه ديال تهزوها هكا وتضربوها لتحت حتى كتهبط مزيان، من بعد كتغطيوها ببابي كويسون صافي. من بعد تحتفظوا بها هنايا واحد اليومين، كتحلي عليها كتشوفي واش طلع شي من الفوق ولا ما طلعش، الا طلع كتسقطريه من داك الماء، الا هذا صافي كيبقى وبالصحه والراحه، ونتمنى يعجبك.